السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل المشاهدين والمتابعين من جميع أنحاء الوطن العربي على قناة اليوتيوب محمد فقرات الوطن. طبعا يا جماعة قبل ما نتكلم في أي موضوع، لأن النهاردة هنتكلم في كذا موضوع، بس يا رب الحلقة تكفي أو مش هتطول عليكم. اللي مشاهدين يعني لو الموضوع ما خلصش هنكمله في حلقات وحلقات بإذن الله تعالى عن كل شيء أو كل أمر يهمنا ويخص الكلام بإذن الله تعالى. بس قبل ما أبدأ أي حاجة وأتكلم عن أي شيء، أحب طبعاً أشكر كل إخواتي وأحبابي وأصدقائي ومشاهديني ومتابعيني على الكلام الحلو اللي قالوه في حق امبارح في كومنت، لما طلبت منهم دعوة كويسة إن يدعوني أنا شخصياً. تمام، الناس ما تأخرتش وجزاها الله ألف خير، وبشكرهم شكراً جداً 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 جداً. والله فعلاً يا جماعة أنا محتاج في الأيام دي دعواتكم ان ربنا يكرمنا ويرزقنا الخير ويرزقكم اياه باذن الله تعالى. فانا كل اللي طلبوا منكم معلش خليكم معايا في الايام دي، يعني انا اللي بطلب منكم دلوقتي انكم تدعوا لي. بس كل اللي محتاج منكم دعوه كويسه ان ربنا يوفقني يا رب ويصلح حالي. دي كل اللي انا محتاجه منكم يا جماعه فرجاء. وبشكر كل الناس وكل الناس الجميله المحترمه امبارح اللي كتبت لي في كومنت، او الناس اللي دعت لي في دار الغيب، بشكرهم شكرا جدا. بالنسبه يا جماعه للموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه، قلنا كنا واقفه لو انتم تاخدوا بالكم يا جماعه اصلا من ساعه زي ما احنا قلنا من اسبوعين ثلاثه لما نزلنا فيديو او فيديوهين والامور ابتدت تقف خالص على القناه من ناحيه مشاهدين او مشتركين. الدنيا خلاص وقفت خالص. فانا امبارح في ناس محترمه طبعا لا كل الشكر سالتني طيب نلغي الاشتراك بس ولا ايه؟ يا جماعه بص، انت دلوقتي بتشاهد الفيديو، وانت بتشاهد الفيديو بشده عادي كده هتقوم لاغي الاشتراك، هتلغي الاشتراك تمام كده؟ هتلغيه، وقبل ما تخلص الفيديو او تطلع في الفيديو وارجع تاني او زي ما انت تقوم جاي اشترك تاني. او انت اطلع من الفيديو ردله تاني على القناه وقوم جاي مشترك تاني على القناه. ليه؟ علشان خاطر كده القناه واقفه، يعني ما فيش فيها مشتركين، ما فيش فيها مشاهدات. لو فيها مشاهدات احنا المفروض النهارده الحمد لله رب العالمين، يعني عيلتنا بقت عيله كويسه بفضل الله تعالى، بقينا معانا مجموعه كويسين من اخواتنا واحبابنا الناس المحترمين طبعا. دي لو كلهم بيجي لهم الاشعار بتاع الفيديو كان الكل شهد وكل شهد، لكن للاسف فعلا القناه واقفه، للاسف فعلا القناه واقفه. فانا كل اللي طالبه منكم دعوه كويسه من القلب لاخوكم محمد، دعوه كويسه من القلب لاخوكم محمد تمام، والغاء الاشتراك وارجع اشترك تاني علشان خاطر الامور تمشي تمام. والناس المحترمه الناس الجميله اللي امبارح اللي قالت لي يا محمد طيب انزل بجيل الشوق، انزل بجيل الشوق وخلي حد يصورك. بص يا جماعه للاسف انا مش هعرف انزل الشوق وحد يصور، بمعنى انا بحب اصور دايما حاجتي بنفسي. حتى لما نزلنا قبل كده بستيفانو مفروض انا اللي كنت بهندل بيه تمام، والله ما نزلت هندلت بيه. ليه ما نزلتش هندلت بيه؟ علشان خاطر قلت انا اللي هصور، يعني كان قبل القناه وقبل كل شيء، انا بحب التصوير عامه تمام. انا قلت انا اللي هصور تمام، واخلي حد صاحبي هو اللي هيهندل بيه، فدي للاسف انا ممكن اضحي في حاله واحده في التصوير لما يكون الشو زي شو الاف سي اي او اي شو تاني، يعني باذن الله ان انا هوثق او هعتمد في الكلب او اعتمد منه براوي ان انا اسجلها. اما بالنسبه للي هي كان بتاع المنوفيه ده زي ما احنا قلنا دوه كان تجمع جميل جدا ومهرجان كويس قوي، فمتجمعين كلنا فيه بالجبنة، لكن زي ما احنا قلنا يعني مش شو متوثق من اي جمعيه، لا هي كانت روح كويسه وحاجه جميله قوي ان مجمعين كل الغواه، مجمعين كل الغواه كل كلابهم، فهو ده كان الامر. وبرده بالنسبه للشو او المهرجان بتاع 28/11 اللي هو بتاع رابطه الابطال، برده نفس القصه، بيكون شغل كويس وبيكون برضو الحكم فيه الاستاذ معتز ابراهيم، يكون فيه جوائز وفيه ميداليات. طب هل هو برضو شو هيبقى شو برضو بس شو تشجيعي؟ شو تشجيعي بمعنى ان هتنزل بكلبك، كلبك خد مركز اول على مستوى الكلاب، هتاخد الكاس وهتاخد الميداليه، وطبعا يبقى انت كده خدت مركز اول على كل المجموعه الموجوده. طيب ده بالنسبه بينا وبين بعضنا كغواه، لكن دلوقتي لو هطلع للكلب ورق او اطلع له اي شيء هل ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش، لانه ولا تبع الجمعيه المصريه
تمام؟ ولا تبع الاس في ولا تبع الاف سي ار. قلت لك جماعه في مصر يا جماعه تمام، اللي هو الجمعيه المصريه الاس في الاف سي ار تمام. فهي معموله زي مهرجانات او شهاد برضه، مش هقول المهرجانات شهاد برضه، بس فيها تجمع كل الناس الكويسه الناس المحترمه الناس الجميله، ان احنا كلنا نتواجد في يوم واحد وكلنا نشوف بعضينا وكلنا نسلم على بعضينا وكلنا نتجمع. هو ده الغرض من اللي بيحصل دلوقتي، علشان خاطر بقالنا فعلا فتره طويله كله بعيد عن التاني بسبب موضوع كورونا واللي كان حاصل فيه، وربنا يا رب يبعده عننا يا رب ما يعودوش تاني يا رب، اللهم امين. تمام، ده يا جماعه اللي كان بيحصل. فانا لما اجي انزل فيلم او انزل اي كلب، فان شاء رب العالمين ان شاء رب العالمين في خلال شهر 12 او واحد باذن الله هيكون في شو معتمد باذن الله. طبعا انا مش هنزل بجيل لوحدي، لا ده انا هننزل بكذا كلب، وساعتها هنقول لكم، وساعتها هندرب كلابنا معاكم، هندرب كلابنا على سطحنا او يا اما في مكان تحت عندنا في البيت التاني واسع، هنبتدي او في الشارع هنبتدي ندرب كلابنا على الهندله ازاي، واوريكم ايه طريقه الهندله، ان الكلب يمشي ويهندل ازاي ويعمل كل الامور دي ازاي. تمام، معانا خطوه بخطوه فيديو فيديو خطوه بخطوه فيديو فيديو. اما دلوقتي احنا كفايه ان احنا هنروح نشوف الناس الجميله وهنقل لكم فيديوهات وبث مباشر وضيفات وكل اللي انتم عايزينه، عشان خاطر الناس اللي مسافره بره مصر حابه الغيه ونفسها تشوف الغيه وتشوف الغيه على صوتها وعلى جمالها وعلى حب الناس. هبتدي اصور لكم فيديوهات عشان خاطر تشوفوا وتتمتعوا بكل حاجه موجوده باذن الله في الشوارع. بالنسبه بقى تاني لليزا، ليزا يا جماعه بعد الحمد لله رب العالمين بعد ما عالجتها من اللي كان فيها، هي كان فيها برضه نوع على فكره من انواع البابيزيا، مش بابيزيا اللي هي اللي احنا متعودين عليها، بس فيها نوع من انواع البابيزيا، ان الكلبه كانت بتاكل زي الفل وكانت بتتحرك زي الفل وكانت الامور تمام قوي 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 قوي، لكن كانت الكلبه طول الوقت وانتم شفتوها في فيديو يا جماعه راقده وتعبانه، راقده وتعبانه. فده نوع من انواع البابيزيا، ادينا له علاج جديد، لا ما ادناش علاج جديد، ادينا العلاج اللي احنا كنا ماشيين معاه عليه بتاع البابيزيا تمام، بس ضفنا شويه حاجات، ضفنا شويه حاجات على الكلام دوت، ادينا برضه طبعا حاجات رفع المناعه، ادينا حاجات مطهر معوي، لكن ما ادناش الحمد لله رب العالمين ما وصلناش للمحاليل او اي شيء غير الرشام اللي احنا قايلين عليه في فيديوهات سابقه والحقنه اللي احنا قايلين عليها بتتاخد تحت الجلد. طب ايه اللي حصل لليزا دلوقتي يا جماعه؟ حصل لليزا دلوقتي بعد ما عالجنا الكلام ده كله ورجعت ليزا لطبيعتها الكويسه و 100 فل و14 والدنيا بقت جميله قوي. ليزا على فكره زي ما انتم عارفين ان هي معايا طول الوقت، واكتر كلبه بحبها، كل كلب بحبها طبعا، بس ممكن اكتر كلبه ممكن تبقى طالع نازل هي سايبها معايا فريكي على طول تمام؟ دايما بحسس عليها، الحمد لله ما فيش قرارات ما فيش حاجه ما فيش الكلام ده كله، بس يتضح في حاجه غريبه جدا 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 حصلت لليزا بعد ما نزلت لها صوره، بعد ما نزلت لها صوره. في حد منزل بوست على النت يا جماعه على الفيس بيقول اللي معاه كلبه شورت يعرضها، فانا مصور ليزا زي ما انتم عارفين وقلت جاي عارض صوره، فلقيت ناس كثيره جدا 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 بتكلمني على ليزا، ليزا للبيع، طب انت طالب فيها كام؟ طب انت منين؟ الناس اللي ما تعرفنيش الناس الجديده، انت منين؟ وفي ناس تعرفني يا محمد ليزا بنبيعها، لو بنبيعها تلزمنا، في ناس كذا، في ناس كتير جدا كلمتني عن الكلام ده. طب هل الناس دي عينيها مش مليانه؟ لا عينيها مليانه وقد الدنيا كلها، ما اقصدش حاجه، بس مش الناس اللي شافت ليزا، في ناس كتير طبعا شافتها في الصوره بتاعتها وما دخلتش عملت كومنت ولا اعجاب، بس شافت ومشيت، في اللي سمى وصلى على النبي خالص. فحصل لليزا حاجه جديده قوي في رقبتها تمام، بس ان شاء رب العالمين ان شاء رب العالمين في الفيديو الجاي هتكون معايا واصورها لكم واوريكم كل حاجه. في حاجه تانية بقى عايز اخد رايكم فيها، عايز اخد رايكم فيها بصراحه، لان كده فعلا انا كده يعني الكلاب بقت عندي شويه منظوره ومش عارف اعمل ايه. انا باخد رايكم ومستني رايكم في الكومنتات بدعوه كويسه، بدعوه كويسه لمحمد اخوكم محمد طبعا، دعوه كويسه كده من القلب ان ربنا يوفقني يا رب تمام ويصلح حالي وحالكم يا رب طبعا. وليزا نبيعها ولا نخليها؟ زي ما انا قلت قبل كده مش هيخش كلب غريب ولا هنبيع حاجه الا بعلمكم انتم، الا بعلمكم انتم، فانتوا شوفوا ليزا نبيعها ولا نخليها؟ ليزا ربنا منها جرايه ولا لا؟ ربنا ظهروا ولا لسه ما ظهروش؟ بس هيظهروا في الايام الجايه باذن الله، هيظهروا في الايام الجايه باذن الله.
لكن رايكم انتوا انا مستنيه، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده عشان خاطر الفيديو ما يطولش. تمام يا جماعه، مستني رايكم في كومنت. دعوه حلوه لمحمد، تقولوا لي نبيع ليزا ولا لا، وعاوزين يا جماعه الغي الاشتراك وارجع اشترك تاني من جديد علشان خاطر القناه ترجع تاني تشتغل زي الاول. تمام يا جماعه، دي نهايه الفيديو بتاعنا. ففضلا وليس امرا للناس اللي لسه جديده، خش اشترك في القناه وفعل الجرس وشير للفيديوهات علشان توصل لاكثر عدد من الناس. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.